شفته اليوم ظروف الانتدابات وهي السهلة صعيبة صعيبة. كل انتداب عندي ظروفه، كل انتداب لازم تتناقش مع الانتدابات تاع لي جوار ليك. اليوم معنا مدرب خدم عام كامل، تم التنسيق معاه على النقائص. النقائص ما المدرب واش باش يقول لي؟ يقول لي جيب لي فلان ولا فلان، يقول لي انا عندي تروا فورس ناقصيني نحل. المدير الرياضي اللي بيصيفه عام كامل يخدم هو مش يجيب له يقول له راهو عندي اريال جوش عندي درواز وعندي اتاكون، يجيب له والمدرب يشوف ويختار وهذا هو، هذا هو الدور الحقيقي. معناها الدور الحقيقي راهو في وسط العام، راهو المحافظه على على خاصه التكاليف. ما نجموش احنا اليوم نتكلموا والله اذا استمراريه عنده فلوس، هو ما فما استمراريه لازم نفهموها هذه. ارساء اداره محترفه في نادي الفريق، المدير الرياضي اللي هو بوست نتاع بوست اداري نتاكد انا، ولكن اللي يشغل المنصب هذا يكون عنده باك جراوند فني، معناها يعني عنده تكوين فني. هذا هو الاساس نتاع المدير الرياضي، والمدير الرياضي في اي نادي راهو بوست مش مدير رياضي وبعدين ينجم يمشي شي كونترولور، لا يكون عنده تكوين تاع مدرب ولكن في مخه اداري ومنظم. يقعد هذيك يلزمو يقعد على الاقل 10 15 سنه، هذاك هو الروح تاع النادي. لهذا نحب ناكد على واحد، خلقنا منصب والمنصب هذاك لابد كونه يكون فيه الشخصيه اللي تتمشى معاه. تنجم تقعد تجرب، بدينا بمدير رياضي اول اللي هو منصب الوحيشي. اليوم أسامة السلام، أسامة السلام ينجم في ال 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 الندوة الجاية ما تقطعش، تقطع واحد آخر، عادي معناها مش مشكلة، بالنسبة لي أنا نحب نوضحها. المهمة نتاعو لابد تكون منظمة، إحنا ما وضحناش، راهو يلزم نفهموا كونه المدير الرياضي، المنصب هذايا كيما نقول إداري بتكوين فني، دوره في وسط العام مش في الميركاتو، ما يخدمش كان في الميركاتو، يخدم في وسط العام كامل. في وسط العام شنو يخدم؟ عنده مسؤول في فريق كرة القدم يتبع معاه فريق الأكاديمية. حضورهم، غيابهم، الديسبلين نتاعهم هو المسؤول عنها. هذه النقطة الأولى. اثنين، عنده الكورديناسيون والتنسيق ما بين المدير الفني اللي هو عنا مدير فني في رمزي في لي جون و المدرب نتاع فريق الاكاديمي ينسق ما بيناتهم. عنده تقرير اسبوعي يستقبله من المدير الفني للي جون ومن المدير، وبعد كل مقابله نتاع الفريق الاكاديمي يستقبل منه تقرير يفهم منه، ومن بعد يقدم تقريره للهيئه المديره. يحضر الاحتياجات نتاع النادي على مستوى العام كامل الى ان ياتي الميركاتو بشي صح. يوفر الميزانيه، نورمالمون كيكون فما مدير رياضي ناشط الميزانيه تاع النادي تنقص. الحاجه اللي مش نجيبوها ب 1 مليار نجيبوها ب 500، مش الحاجه اللي ب 200 نجيبوها ب 400. فهمت؟ هذيك هذا هو الدور الحقيقي. معناها راهو المدير الرياضي دوره في وسط العام. هذا هو الموضوع اللي يمكن حبيت نتكلم فيه انا ونحكي مع مباشره مع جماهير النادي الافريقي عن طريق الصحافه او مباشره. هو الموضوع الاساسي هو تقديم افريقي موبيل واسيا موبيل. هذا موضوع مهم جدا يمكن ما نجموش ببساطه. هذا علاش حبينا زاد يكون جزء من الندوه، وهو اساس الندوه هذه. خاطر انتم تعرفوا الريكروتمون كله تم الاعلان عليها من كل الريكروتمون نعملوا به. هذا علاش حبيت اليوم نزيد نرحب بالاخوه في شركه وليكو سي يوسف المصري. انا ما عادش باش نقول مستشار ولكن نجم نقول بارتنير اليوم، شريك مع النادي الافريقي اللي هو يخدم معنا عن 3 سنين. حققنا من اللي بدينا معاه اكبر عقد سواء في المريول وفي الاديران. اليوم وصلنا لمرحلة ثانية هو الإعلان على
سي ام بي، وهي ستنطلق الخدمة بها يمكن بعد اسبوع او اثنين على اقصى تقدير. فما مشرف اسمه قريب، عملنا معاه اتفاق، خلقنا شركة مش تسيب سي ام بي، ومن بعد فما بعض التراخيص تخرج من الدولة تولي شركة، هذه سيستم لانديانو تولي شركة خاصة وحدها خاصة بالاتفاق الفريق اللي هي مش تبيع قروض، معناها قريب حاجة والسي ام بي حاجة أخرى. صحيح نخدموا على الريزون تاعهم، ولكن نراو الشركة هذيا مداخيلها كلها مش تمشي للجمعية. مهم الميزة هنا كانوا تمشي للجمعية، فما دي فورفي يخدموه وفما دي زوف اللي هما يعطيك إمكانية كانوا حتى تتكلم أقل من كون تكون عند مشغل عادي. ومن هذا الكل من قيمة التشغيل فما 15% اللي هو ديما احنا سباقين حتى في النيغوسياسيون. اوكي هذه نفروا فيها وريد وتعبناهم برشا، ولكن ما تلقى حتى جمعيه تنجم تاخذ 15% من التكلفه نتاع التليفون تمشي للجمعيه، ما تلقاش كل المحامين بصراحه. احنا دوبل خاطر الكل هم مشاو مع تيليكوم، بعدنا كان احنا فكنا قولنا عليهم وعملنا اللي حابين.